أول صورة هتقابلنا يا جماعة هي acute left submandibular sialadenitis. أول حاجة sialadenitis ديت يعني فيه التهاب. التهاب ده ليه سبب، إيه سببه؟ هو الستاف أورس، بتكون بتنتشر spread by direct or عن طريق البلد. البريدبوزنج فاكتور بتكون باد اورال هيجين، ده اكتر حاجه يعني. والكومبليكيشن ممكن نقول عليها برضو نقسمها لجنرال ولوكال. الجنرال هتنتشر، البكتيريا هتنتشر، هتعمل سبتسيميا، بكتيريميا، توكسيميا وبايميا. انما لوكال، اللوكال ممكن تعمل ستون فورميشن، لان هي الانفكشن بتشتغل كنيدس الستون فورميشن، وممكن برضو من كتر السابيوريشن يحصل ايه، فيستيلا. الانفستيجيشن ايه يا جماعه، برضو احنا برضو بنخليها لاب وراديولوجيكال زي ما اتعودنا، وكالتشر اند سنسيتيفيتي. اللاب هو طبعا انكريز التوتال ليوكوسيتيك كاونت، واللي هنعمل سي بي سي وهيعمل سي ار بي، انكريز سي بي ار والاي اس ار. بالنسبة للراديو هنعمل اكس راي، وعشان نشوف لو فيه ستون ولا حاجة، وهنعمل طبعا كالتشر اند سنسيتيفيتي عشان نعرف المضاد الحيوي اللي يستجيب للبكتيريا. التريتمنت ايه؟ ان احنا هنافويد البريدبوزنج فاكتور، او هنعمل بروفلاكتيك ضد البريدبوزنج فاكتور، جود اورال هيجين. وجنرال ان احنا هندي انتي مثلا بيوتيك، انتي انالجيزيك، انتي انفلاماتوري، يعني اي انتي تيجي في دماغك. الدرينج السيرجيكال، قصدي ان احنا نعمل درينج عن طريق ان احنا نعمل انسيشن 2 سنتيمتر بلو المانديبولر، عشان نمنع تو بريفنت انجري اوف سب مانديبولر نيرف. فاحنا نعمل انسيشن 2 سنتي بلو عن طريق برضو كوخر، عن طريق هيلتون تكنيك. هيلتون تكنيك ان احنا هندخل المقص ونفتح بيه الجرح. هيلتون اسمه فندق هيلتون، افتكر فندق هيلتون، فهيلتون تكنيك تمام. وممكن يحصل كومبليكيشن من العمليه ديت، انما مثلا نعور الفيشيال نيرف، ممكن نعمل حاجه اسمها فيري سندروم، ممكن نعمل فيستيلا. فتلاته حاجات بحرف الاف دي. كده خلصنا الايه، سب مانديبولار سيرادرايتس. بالنسبه للبناين تيومر اوف رايت سب مانديبولار جلاند، علاجها ايه؟ بيكون سب مانديبولار سيالا دانيكتومي. البناين تيومر بيبقى سب مانديبولار سيالا دانيكتومي. طب لو مالجنت يا دكتور عبد الله هنعمل ايه؟ هنعمل العمليه اسمها كوماندو اوبريشن. ده عباره عن ترانسميتد ثيوراسيل جويتر، عباره عن ام حامل كانت بتاخد انتي ثايرويد دراجز، وزاد عندها تي ار اتش. التي ار اتش راح للطفل عمل له جويتر. ده بيكون عباره عن تيمبرري ولا بيرمننت؟ لا، بيكون تيمبرري الحمد لله. بالنسبه للعلاج بتاعها او البروفيلاكتيك ايه، بنعمل بروفيلاكتيك تريتمنت عن طريق ان احنا بندي الام مع الانتي ثايرويد دراجز، بنديها ثايروكسين، جيف ثايروكسين ويز انتي ثايرويد دراجز. بالنسبه للصوره ديت فهي عباره عن سيمبل جويتر. يعني ايه سيمبل جويتر؟ يعني لا هو توكسيك ولا انفلاماتوري ولا نيوبلاستيك، ده معنى سيمبل جويتر. طيب سيمبل جويتر ده السبب بتاعه ممكن يكون ايه، او الانواع بتاعته ممكن تكون ايه؟ ممكن يكون انديميك، ممكن يكون كولويد، ممكن يكون فيسيولوجيكال، ممكن ديس هرمونوجينيسيس، ممكن يكون سبورادك. يبقى انديميك فيسيولوجيكال وكولويدال وديس هرمونوجينيسيس وسبورادك. طيب الكلينيكال بيكتشر زي ما انت شايف، بينلس مايلد ديفيوز انلارجمنت سيمتريكال وموبايل كمان ويز ديجريتيشن ونوت تندر، لو يعني ما فيش اي علامات التهاب خالص. طيب جويتر يعني لما تيجي تتكلم على
انلارجمنت او جويتر في في الثايرويد، فانت هتوصف السايت والشاب والموفمنت. يعني هتقول ان السايت بيكون فرونت ولور، فرونت ان فرونت اوف ذا نيك، في اللور بارت ديب تو ستيرنوماستويد ماسل، ديب تو ستيرنوماستويد ماسل. خلاص الشيب بيكون بتر فلاي، بتر فلاي زي الفراشه، بتر فلاي. بالنسبه للموفمنت بيكون موف اب اند داون ويز ديجليتيشن، تقول لها تمسك كيس ميه، كيس ميه ايه، كوبايه ميه وتبلعها، هتلاقيه بيتحرك مع البلع. طيب ممكن يقول لك مثلا قول لي الكومبليكيشن بتاعت السيمبل نوديولار جويتر، ممكن تكون مثلا دي فيها نوديولز وانت مش شايف، ايه الكومبليكيشن بتاع السيمبل نوديولار جويتر؟ اول كومبليكيشن تيجي في دماغك ان هو بيتحول لسكندري توكسيك جويتر، تاني كومبليكيشن تيجي في دماغك ان هو بيتحول لنيوبلاستيك وخصوصا فوليكولار كارسينوما. بعد كده هتقول لي هتكبر اكتر وتعمل بريشر على التراكية، ممكن حتى تنزل لتحت وتعمل بريشر، هتعمل ريتروستينر جويتر، وكمان ممكن هي ذات نفسها يحصل فيها انفكشن، يحصل فيها سيست، يحصل فيها هيموريج، يحصل فيها كالسيفيكيشن. دي كلها حاجات ممكن تحصل في السيمبل جويتر. شوف الموضوع بسيط، عملنا عليه حوار ازاي، هو ده العملي بقى. للاسف دي برضو بيقول لك ثايرويد جويتر موف اب اند داون ويز ديجريتيشن، بيكون زي ما احنا قلنا في اللور بارت ديب تو ستيرنوماستويد وبترفلاي سويمنج. دي عباره عن سيروجلوسال سيست. يعني ايه سيروجلوسال سيست؟ دي عباره عن ان اوبليتريتد بارت اوف سيروجلوسال داكت. هي عباره عن ان اوبليتريتد بارت اوف سيروجلوسال داكت. طيب يا سيدي الكلينيكال بيكتشر بتاعتها ايه؟ هتقول له هي موجوده في ميد لاين موف اب ويز بروتروجن اوف ذا تانج، تقول له طلع التانج البر. تمام، ليه بيطلع مع التانج؟ لان السيست مرتبطه بالسيروجلوسال داكت. تمام، والداكت اتاتشد او تراكت السيست، يعني في التراكت، والتراكت اتاتشد تو ذا بيز اوف ذا تانج، في وسط التراكت. تمام، هيقول لك طيب الانفستيجيشن ايه؟ هتقول له هعمل الترا ساوند، هشوف بقى الكالسيفيكيشن اللي ممكن تحصل للحاجات التشنجز اللي جوه اللي ممكن تكون حصلت لها. تمام، هيقول لك طيب يا عم ايه الكومبليكيشن؟ تقول له ان هي ممكن يحصل جواها انفكشن مثلا، او ممكن يحصل فيستيلا. هيقول لك هي الفيستيلا دي ممكن تكون كونجنيتال؟ قول له لا مستحيل، الفيستيلا دي ما تجيش الا اكوايرد، وبتيجي اكوايرد نتيجه حاجتين، يا اما خلاص كده، قول له يا اما لا بهزر طبعا، يا اما ان انت عملت ان ادكويت درينج اوف ذا اوف ذا اوف ذا سيست فحصل ايه فيستيبا. العلاج ايه يا سيدي؟ هتقول له مش ديت سيروجلوسال سيست، يبقى العلاج سيست رانك اوبريشن. هتقول له بيعمل ايه في السيست رانك اوبريشن؟ هقول له انا بشيل السيست وبشيل التراكت، بشيل السيست وبشيل التراكت وبشيل معاه البادي اوف هايويد بون، لانها اتاتش تو ذا بادي اوف هايويد بون. بس الاول لازم اتاكد ان الثايرويد تيشو موجود عشان ما ادخلهوش في هايبو ثايرويديزم، عن طريق ان انا بعمل ثايرويد سكان. طيب خش على الصوره اللي بعدها، دي عباره عن ايه؟ دي عبارة عن ان انا بعمل فاين نيدل اسبيريشن للثايرويد، ودي انفستيجيشن مهمة للثايرويد. هيقول لك هل الطريقة دي تنفع تعرف تميز ما بينها ما بين الادينوما والفولوكولار ادينوما والفولوكولار كارسينوما؟ هتقول له لا. هيقول لك ليه؟ هتقول له لان ما بتقدرش تحدد هل حصل انفيجن فاسكولار انفيجن او بيزمنت ممبرين انفيجن ولا لا. طيب هيقول لك مثلا انا دلوقتي بعمل فاين نيدل اسبيريشن، ايه الكرايتيريا اوف مالجنسي اوف ذا سيست، ثايرويد سيست؟ يعني ايه اللي يقول لك ان ممكن يكون في مالجنسي؟ اول حاجه هتلاقي فيه دم بيطلع من هيموريج. بعد كده ريكارنت رابيد ريكارنس او رابيد ري اكيوميليشن افتر اسبيريشن،
رابيد ري اكيوميليشن، او ان انا عملت اسبيريشن وفضل الليجن ريسيدوال ماس افتر اسبيريشن، او ان انا لما سحبت لقيت بوزيتيف سيتولوجي فور مالجنسي في الاسبيريتد فلويد. خلاص دي كرايتيريا اوف مالجنسي، ان انا لقيت هيموريج او لقيت سيتولوجي في مالجنسي او ريكورنت سيست او ريسيدوال ليجن. طيب تمام، في حاجه تانية؟ لا مفيش حاجه تانية. ديت ايه؟ دي سيروجلوسال سيست وقلنا عليها قبل كده اتكلمنا فيها على فكره. يعني الحمد لله اسئله بتتكرر، ده بيسهل عليك بعد كده ان انت تكون عارف الموضوع والصور تكون محدوده بالنسبه لك. ما تكبرش الموضوع يا شباب، وان شاء الله خير. احنا شايفين من قسم الجراحه كل خير ان شاء الله. ده عبارة عن سيروجلوسال فيستيلا. لو تلاحظ ان الفيستيلا بيكون كريزنتريك شيب، كريزنتريك في شيب، وبيكون والفيستيلا دي قلنا قبل كده انها always acquired after inadequate removal of the cyst. الانفستيكيشن بتاعتها ايه؟ فيستيليوجرام، ان انا هدخل اشعة، والعلاج ان انا هشيل اكسيشن of the fistula زائد سيست رانك اوبريشن. طيب ده سيروجلوسال سيست اكزاميشن تو فيل ابورد تاج، ان انت هتقول له طلع لسانك وتشوف هل بتطلع، هتلاقي بقى ديسبليست ابورد، دي اسمها تاج. طيب دخلنا على الباروتيد. ديت يا سيدي بوليومورفيك، يعني دي عباره عن باروتيد سويلنج، هتقول له موست بروبابلي بليومورفيك ادينوما. طيب ماشي، علاج البليومورفيك ادينوما في الباروتيد ايه؟ هتقول له سوبرفيشال كونسرفاتيف باروتيديكتومي. تمام، سوبرفيشال كونسرفاتيف باروتيديكتومي. طب ليه انا قلت اللي هي ممكن تكون بليومورفيك ادينوما؟ لانها كرايتيريا بتاعت البليومورفيك ادينوما ان هي ريز اللوبيول، وان هي مثلا سموس، وهتلاقيها فيرم او سيستيك نيفر هارت. تمام، هيقول لك ايه النيوبلازم اللي ممكن تكون تيجي في الباروتيد؟ هتقول له يا اما بناين يا اما مالجنانت. البناين ممكن يكون بليومورفيك وده الاشهر، او مونومورفيك اللي هو وارتن تيومر او ادينو لمفوما. اما المالجنانت ممكن يكون مالجنانت بيبدا بحرف الام، فهيبقى ميوكو ابيدرمويد كارسينوما، او ادينويد سيستيك كارسينوما، ادينويد سيستيك كارسينوما، او كارسينوما اكس بليومورفيك ادينوما. طب علاج الكارسينوما لو هي قلبت كارسينوما، علاجها هيبقى ايه؟ هيبقى توتال راديكال باروتيديكتومي. طيب لو جت في السب مانديبولار مالجنانت، يعني مالجنانت ليشن في السب مانديبولار، هيبقى العلاج بتاعها ايه؟ كوماندو اوبريشن. شوفوا بقى الست الغلبانه ديت اللي هي عباره عن فوليكولار كارسينوما، وعمل ميتاستاسيس، بلاد ميتاستاسيس تو ذا بون. تمام، هيقول لك ايه الكرايتيريا بتاعه السويلنج في البون ده؟ تقول له بالسيتايل و وورم وبالسيتايل ولوكالايزد وبيكون سموث. تمام، طيب هيقول لك اسئله بقى على الفوليكولار كارسينوما. ايه انواع الاسئله؟ هيقول لك مثلا انفستيجيشن بتاعتها ايه؟ هتقول له انفستيجيشن تو دايجنوز وفور ستيجنج، الحاجات اللي احنا عارفينها، فور دايجنوز فور ستيجنج بري اوبراتيف فولو اب. الدايجنوزس ان احنا هنعمل ثايرويد فانكشن تيست وثايرويد سكان و الترا ساوند وفاين نيدل اسبيريشن، ده كله. انما الستيجنج ان انا بعمل ستيجنج، ان انا بشوف مثلا السي تي سي تي اف سي راي الليفر فانكشن تيست، الكلام ده كله. بعد كده بعمل بري اوبرتيف، ان انا اعمل اي سي جي واكس راي، وقصدي ليفر فانكشن تيست وكدني فانكشن تيست وبلاد جلوكوز والكلام ده كله. فولو اب عن طريق طبعا التيومر ماركر وعن طريق السيروجلوبولين برضو بيكون مميز. هيقول لك ايه البريبوزنج فاكتور للفلوكولار كارسينوما؟ هتقول له ان هو ممكن يكون فلوكولار ادينوما، او ممكن يكون لونج ستاندنج سيمبل نودولار جويتر. هتقول له هنعمل ممكن تعمل دايجنوز بايه؟ هنعمل دايجنوز عن طريق الفاسكولار والانفيجن، الفاسكولار انفيجن او بيزمنت امبرين انفيجن عن طريق الكوركات بايبسي.
كلينيكال بيكتشر، هتقول له ممكن سيمبتومز او ساينز. السيمبتومز هي تيجي تشتكي من ايه؟ بين وسويلنج ولوس اوف فانكشن او ديستربنس اوف فانكشن. البين هيبقى ريفيرد، ممكن ريفيرد تو ذا اير عن طريق ارنولد نيرف. السويلنج زي ما انت شايف كده، ولوس اوف فانكشن ان هي ما ممكن ما تعرفش تبلع، او ممكن مثلا ديزنيا، ديسفاجيا والكلام ده كله. بالنسبة للساينز ممكن نلاقيها تندر، نلاقيها هارد ليمف نود، هارد لارج ليمف نود، وممكن تنتشر حواليها، تعمل طبعا ديزنيا وديسفاجيا، ونيجي نحس الكاروتيد نلاقي فيه بيري ساين اللي هو ابسنت كاروتيد بالس. التريتمنت طبعا عشان هو حصل ميتاستاسيس وانتشر بقى، فهو ان اوبرابل ان احنا بنعمل سيرجيكال ديبالكينج عشان نريح الديزنيا، وممكن نعمل تراكيستومي لو الموضوع ايه صعب علينا شويه.